سحرت الصحف العالمية بجمالها، أحبها العقاد وتلاتة من أزواجها خانوها. أسرار في حياة سمراء النيل مديحة يسري، واحدة من ألمع وأجمل نجمات الفن المصري والعربي لسنين كتير، واللي بهرت بجمالها الكتير والكتير على المستويين المحلي والعالمي. لقبوها بسمراء النيل وسمراء الشاشة مديحة يسري. هنومة حبيب خليل اللي تعرفت فنياً باسم مديحة يسري، ولدت في 3 ديسمبر سنة 1921 بالقاهرة، واكتشفها المخرج محمد كريم. كان أول أدوارها في السينما فيلم ممنوع الحب سنة 1942 أمام موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في دور صامت معتمد على عينيها السوداء، وغنى لها عبد الوهاب أغنيته الشهيرة بلاش تبصني في عينيا دي البوسة في العين تفلى. أما أول أدوار البطولة فكانت في فيلم أحلام الشباب مع فريد الأطرش، وتقاضت عنه 25 جنيه. ومن بعدها قدمت أدوار كتير مع مشاهير السينما والغناء، قدمت دور الإبنة والزوجة والأم والحبيبة، وشاركت في أفلام فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وشادية، وقدمت واحد من أشهر وأنجح ثنائيات السينما مع المطرب محمد فوزي اللي اتجوزته في فترة من حياتها. سنة 1956 اختيرت ملكة الأناقة في مسابقة الجمعيات النسائية بالأوبرج، واللي كان بيقوم بالتحكيم فيه وقتها كبار الكتاب ورموز المجتمع، وفازت باللقب. وبسبب شدة اعتزازها بنفسها وصفها البعض بالغرور، وكان ردها دايما سمعت ان في ناس بتتهمني بالغرور والنفخة الكدابة، وانا ما بحبش النفخة الصادقة ولا الكدابة، واعتقد ان وصفي بالصفة دي ظلم ليا، لان في الواقع بسيطة في كل امور حياتي، واللي بيتهموني بالغرور خصوصا من الستات مش من صديقاتي، لان صديقاتي يعرفوني على حقيقتي، ويمكن يكون مصدر التهمة اني بعتز بكرامتي لحد كبير جدا. فلو هنسمي الاعتزاز بالكرامة غرور فأنا مغرورة وأمري إلى الله. عيونك كاسي دور الناس سكرهم. جمالها سحر كتير، مش بس جمهورها داخل مصر أو الوطن العربي، لكنه وصل للعالمية بعد ما سحرت نجوم العالم بجمالها أثناء مشاركتها في مهرجان كان السينمائي سنة 1952، وتسألوا عن سر الجمال العربي بعد مشاهدتها، وكتبت عنها الصحف الفرنسية ووصفتها بجميلة الشرق، وقالوا أكل هذا الجمال في مصر؟ واختارتها مجلة تايم الأمريكية على إنها واحدة من أجمل 100 امرأة على مستوى العالم. حصلت مديحة يسري في حياتها على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عن مشوارها الفني، وعينها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عضو في مجلس الشورى تقديراً لها. يا فوزي ده لازم، ده تمهيد لمشاعر وحب رومانسي. وعن مشوارها الفني قالت مديحة يسري: أرجو ألا يتهمني أحد بإني أبالغ في كلامي إذا ما قلت أنني كنت لا شيء، فتاة ضمن جموع الفتيات، والحمد لله صحيح كان هذا بكفاحي وصبري وإصراري، لكن كان هناك توفيقا من الله سبحانه وتعالى. تعددت زيجات مديحة يسري واللي وصلت لخمس مرات، كانت نهاية ثلاثة منها بسبب الخيانة. والأزواج الخمسة هما: الأولى من المطرب والملحن محمد أمين، بعد اتجوزت قبطان بحري اتعرفت عليه في إحدى سفرياتها، ثم من دون جوان السينما أحمد سالم، ومستمرتش الجوازة كتير بسبب رحيله، واللي قالت عنه هو الزوج الوحيد الذي لم يخنها. والزيجة الرابعة والأشهر كانت من الفنان محمد فوزي. أنا كان يغلط وكنت أسامح وأعمل نفسي من الشايفة ومن السمعة ومنش أي حاجة أبدا. وقالت عنه محمد فوزي حبي الأول والأخير، لأني عشت معاه أسعد أيام حياتي. أما الزيجة الخامسة كانت من الشيخ إبراهيم سلام الرادي، شيخ الطريقة الشاذلية، اللي قالت عنه في حواراتها
إنه كان بيحترمها وبيناديها دايماً بالهاني، وقالت إنها استفادت منه طوال 3 سنين هي فترة جوازهم اللي انتهت بعد ما قرر فجأة يرجع لزوجته الأولى دون علمها، فطلبت الطلاق. وقيل في وقتها إن الأديب عباس محمود العقاد وقع في حبها، حتى إنه أصدر ديوانه أعاصير مغرب كل محتواه ومضمونه يتحدث عنها، حتى إنه أطلق عليها رمزياً اسم سارة في كتاباته، وقال عن قصة الحب دي الشاعر صالح جودات في كتابه بلابل من الشرق إن العقاد عاش ومات وهو يكتم حباً كبيراً في حياته بطولة النجمة السمراء. واعترفت مديحة يسري إنها حبيبة العقاد، وقالت إنها اتعرفت عليه في سن صغير وتأثرت بيه، وإنه علمها القراءة والاعتزاز بالكرامة، وكان يشرح لها كل ما يصعب عليها فهمه، لكن انقطعت صلتها بيه من أول عملها بالتمثيل. دورانا زي الفل. تسلم إيدك يا خالة. يا سلام، ولا عيش كايزر بتاع جروب. حاجة تفتح النفس. أيضا يوسف وهبي اللي كان بمثابة الأستاذ لها وكان بيناديها بابنته، وأهداها قصة الأفوكاتو مديحة اللي كانت إحدى مسرحياته، ثم قدمها في أفلام فنان عظيم، ابن الحداد، أولاد الشوارع وغيرها. ومن المحطات الفارقة في حياة سمراء الشاشة إنها عاشت أواخر أيامها مع المرض ومع ذكرى ابنها عمرو محمد فوزي بطل الكاراتيه اللي توفى في حادث مروري، وعن الموقف ده قالت: كلنا هنروح وكلنا هنحصل اللي راحوا مننا. وأضافت إنها ما بتخافش من الموت، وإنها على يقين إن مصيرها هيكون الجنة، وإن ابنها هيكون مستنيها على باب الجنة. رحلت عن عالمنا في 30 مايو سنة 2018. كان بعض من رثاء الفنانين للنجمة القديرة مديحة يسري. رحم الله أيقونة الجمال والأنوثة مديحة يسري. Vivo.